يلا عبد النور، اهلا وسهلا فيك، حابب اهلا تشارك فيكم. صباحنا مع الاستاذ دريد، تفضل. سعد صباحك. مطر والشام على الشرفة ويغازل ليلى جدائلها، شبان الحي الحب يقطر لذتها ويرد بألاق غرتها، يمتحن البرق تشكلها في الصبح علي، لك أني الشام، لك أني الشام، ولم تعلم أن كل ثماري تفتحها تتقمص في، والشام فراش مصابيح، والشام التوت البري، والشام ظلال ملائكة بمجرة ضي، وتؤانس وحشة أرواحي، أرواح الكون المنسي، وتهز أسرة غربتنا بصلاة نبي. لك أني الشام، لك أني الشام، لك أني الشام، ولم تعلم أن كل ثماري تفتحها تتقمص في، تتقمص في، لك أني الشام، لك أني الشام، لك أني الشام. أهلا وسهلا فيك بالشام. يا أهلا فيكم. جابرييل، وأكيد الشام فخورة بهيك محبين لإلها. يعني الشام أم الكل، والشام بتعيشي فيها لحظات من الدفى استثنائية، والشام شحنة روحية لكل حدا بيتواجد فيها وبيقطع فيها. الشام هي إضافة لإلنا، الشام حاملة هالعبق من التاريخ ومن المجد ومن الانتصارات ومن الحب ومن الموسيقى ومن الحضارة. نحن كلنا يعني نتغلب فيها ومنضيف لإنسانيتنا بس نكون فيها. بدي حييكم وبدي حيي كل المشاهدين ونقول لهم شهر رمضان مبارك وفضيل. وبدي أنا مش بس حيي، انحني وقدم تحية إجلال لفنان كبير عظيم بكبره، بتواضعه، بوطنيته، بثقافته، بتاريخه، بكل شيء عطى لإلنا. ويعني نحن أنا شخصياً هلا وجودي حده يعني عامل في حالي من التلبك، لأنه بالفعل عبق التاريخ، بالفعل يعني. بس كمان نحكي عن الشام وعن عظمة الشام، عن هالمدينة اللي من أقدم مدن العالم، كمان بتجي ببالنا صور بهية، صور كمان نحن بنعتز فيها، ومثل ما قلت بننحني قدامها صورة أستاذ دريد لحام. يعني تمام قريش. يعني اليوم حبيت تشارك صباحنا جابرييل وبحضور الأستاذ الكبير دريد لحام. يعني اليوم هالقامة الفنية اليوم يلي بتختصر كل معالم الشام وكل حضارة الشام وتاريخ الشام وعبقة الشام، مش بس الشام، انتبهي، ولبنان وكل المنطقة، كل حدا تأثر فيه وكل حدا غرف من كل شيء عمله، من كل شيء قدمه، من الأفكار البهية والمهمة والعميقة اللي عطاها، والفرح يلي دخلوا على قلوبنا، على بيوتنا. يعني طفولتنا ما فينا ننسى صح النوم، ولا فينا ننسى هالحالة الحقيقية يلي لسوء الحظ ما قدرين بقى نعيشها بإعلامنا. هلأ صار كل شيء فيك، كل شيء مصطنع، كل شيء ما بيشبهنا نحنا، كل شيء مستهلك. بس مع غوار كان في الأبقاب، مع غوار كان في الحضارة بمطرح ما كمان.
تماما يعني هالذكريات الجميله اليوم اللي عايشه جواتنا وبوجداننا، وخاصه جميع الاعمال اللي استاذ دوريد كان له بصمه كثير كبيره ودخلت لقلوبنا اليوم بحضوره. شو بتحب توجه كلمه لهالاعمال الفنيه يلي نحن بنتغنى فيها؟ عن بدي احكي عن اعمالي يعني، لحتى يكون صادق انا لازم اكون ما اكون موجود. لا هو حدا شاركنا بحضورك يا استاذ دوريد، هيدي مش اول لقاء بيجمعنا، مش اول لقاء بيجمعنا. هيدي هي الاعمال يلي هي اول شيء اسست للدراما اللي عم نشوفها جزء منها هلا، ولهالحركه اللي عم نشوفها هلا. هي مبنيه على مجد هن عملوه وهن تعبوا وهن اللي اسسوا، فهن بالاخر الاساس وهن بالاخر القدوه. مثل ما انا قلت يعني، مثل ما عم بيقول استاذ دوريد، من المحرج شوي تصيري تحكي قدامه للشخص. بس يعني انا شو فيني ضيف على تاريخ استاذ دوريد وعلى اللي نقال عن استاذ دوريد، غير انه هيدي اللحظه وقد ايه عشت بحياتي لحظات فيها انتصارات موسيقية، كان بتمثيل بلدي بأماكن رسمية جوات بلدي أو خارج بلدي، إنما هيدا متواجد فيها مع عملاق كبير كمان بعتبرها هي إضافة لمسيرتي الفنية. خجلتونا جد والله. يعني صار فينا كأنه بيت فستو. لا هي محبة محبة، هي أستاذ دوريد هي محبة، بس لا عم نعبر لك إياها وبشراكة. لا هي اللي محبة. يعني أنت مش عارف أستاذ دوريد هيدا الشيء، على أساس منك عارف. أنا خليني أستاذ. يلا. مشان تفضوا. لا حبيب القلب. الله يخليك استاذ، نحن يعني متبارك بوجودك وحضورك، ودائما صباحاتنا بيكون لها طابع خاص بالفعل، وانا خبرتك انه عن جد نحن من كل قلبنا بنحبك وبنتشرف فيك بهالشهر. شكرا، تسلم لي عينك. شكرا لك يا استاذ، جيت من لبنان. ويطول بعمرك وتبقى بصحتك لتشاركنا بهالصباح الجميل بوجودك. بوجودك وجود الصبايا طبعا، والشعب السوري اللي عم يسمعنا بوجه له تحية برمضان. هذا الشعب الصامد والصابر، واللي لولا صبره ولولا صموده ما كناش هون اليوم. يعني صحيح. فشكرا يعني شكرا لك استاذ دوريد، ونتشكر وجودك معنا لليوم، نورتنا وكانت حلقتنا غير بوجودك. شكرا كثير استاذ دوريد، بس تخليك معنا لحتى نستذكر شغله من قصص رمضان يلي يمكن هي حكينا عنها نحن بالاجواء. رح نروح لنشوف هالتقرير عن جزء من رمضان، هو المشروبات الرمضانيه بالشام، وبنرجع لنكمل حديثنا. شكرا لك استاذ. بالفعل ميسان، المشروبات الرمضانية بنستناها من موسم لموسم ومن سنة لسنة، بتتميز بكثير من الفوائد، وعن جد يمكن ما فيك تشربيها وتحسي هيك بنكهتها غير بشهر رمضان المبارك. هي يمكن شيء أساسي بشهر رمضان، نحن بنشوفها على مائدة كل السوريين، يعني بيتميز فيها السوريين دائما. أكيد ميسان. أما هلأ رح نكفي فقرات برنامجنا الصباحي لليوم، وضيفنا اللي دخل من شوي هو ضيف رغم لغاته العشرة يلي بيأديها بأغنياته، لم يتغرب عن أصوله المشرقية، بل حقق عبر جسر ثقافي وموسيقي، فتميز بالغناء الأوبرالي والشرقي. أحب الشام فغنى لها بوجدانه، أما حجارة حلب فأطرب نغما صدى صوته فيها. خلونا نتابع هالفيديو كليب مع ضيفنا جابرييل عبد النور، وأكيد بنرجع لنكفي حديثنا معه. مطر والشام على الشرف ويغازل لينا جدائلها، شبان الحي الحب يقطر لذتها ويرد بألاق قراتها، يمتحن البرق تشكلها في الصبح علي. مطر والشام على الشرفة ويغازل ليل جدائلها، شبان الحي الحب يقطع ويرد بألاق غرتها.
غرتها يمتحن البرق تشكلها في الصبح علي لك أني الشام لك أني الشام المغني التنور اللبناني والعالمي الفنان جابرييل عبد النور يعني نرجع نصبح عليك صبح عليكم نيسان أريج وكل الإكيب الموجودة إكيب العمل نرجع نحيي استاذ زوريد يعني كمان اعطانا صباح حلو وهيك رونق حلو الي الحظ كان انه حضرني باحدى الامسيات بالشام بالارت هاوس كانت بال 2015 وايضا ببرنامجي الموسيقي كمان والاسبوعي اناطر الليل عبر فضائية مريم كمان كان الي الحظ انه يكون ضيف معي فتعمقت صار لي اني اتعمق بشخصيته وبانسانيته اهم شيء وبوطنيته هدول الناس بحببونا ايضا بالشام اكثر بيقولوا انه كمان الشام فيها ناس بالفعل قدوه مش بس للشام لكل المنطقه كيف شفت اجواء رمضان بالشام كثير حلو كثير حلو يعني الي من شهر 12 2016 لهلا بزيارات متكرره على الشام تقريبا اسبوعيه يعني انا متواجد اخر هالست اشهر بالشام اكثر من ما متواجد بلبنان ويعني عم بسافر بس على الخارج لما بكون عندي امسيات اقدمها وب17 رح كون بفرنسا وب21 ايضا باليونسكو بباريس ضمن كمان امسيات غنائيه لالي الشام باصعب الظروف قطعت فيها كانت حلوه باصعب لحظات كنت عم اسمع فيها قصف وكنت عم بحس بنوع من يعني من رهبه صغيره كانت الناس على طول هي مثال يعني مثل بالشام مثل بلبنان على طول نحن مثال لعدم الخوف لعدم الترهيب لعدم اراده الحياه ولاراده الحياه وثقافه الحياه يلي مستمره مؤخرا يعني اخر شهر حاسس بامان مطلق بالشام كتر خير الله يعني وعيني على حلب كمان ورمضان واجواءه كثير حلوه عم بعيشها يوميا هون بدءا من الشيء اللي عملناه المشاركه اللي عملتها مع جمعيه ساعد والنشاطات يلي عم بيعملوها بالاطار الرمضاني وكنت سعيد كمان اني اكون عم شارك معهم بهيدا النشاط الانساني المهم وكمان هيدي الصوره اللي فيها هالقد صورة من الرقي وصورة من الاهتمام بالإنسان رغم كل الظروف اللي عم نعيشها كمان عم تطلع من الشام بالفعل تمام اليوم شو بتحب توجه معايدة بمناسبة شهر رمضان الكريم لأهل الشام يعني منقول لهم أنه إن شاء الله يعيدوا عطول بالظروف أهم وإن شاء الله كل حدا ترك مطرح وخاصة يعني بالأرياف وبالأماكن المحيطة بالشام إنه بالفعل يعني فيها الاستقرار لأبعد حدود وإنه يرجعوا كل حدا يرجع وحتى هالمغتربين اللي راحوا بقول لهم إنه يبقوا عين على بلدهم طبعا مش بس للشام لكل سوريا بتمنى على طول السلام وراحة البال والأمان وترجع سوريا مثل ما على طول بقول بهية وأبية ومثال للعيش المشترك شو بتحب تسمعنا جبريال نسمعكم بإطار بهيدا الإطار منقول طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع شكرا كثير لك جبريال نحن على كل المشاهدين
وعليك يا رب. نحن رح نكفي حديثنا معك، أما هلأ صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم الأنباء من ضمن أجواءنا الصباحية وبشهر رمضان الكريم. ومكفين مع مغني التينور اللبناني والعالمي جابرييل عبد النور. أهلا وسهلا فيك بسوريا مرة ثانية جابرييل. يعني جابرييل أنت متخصص بالغناء الأوبرالي بعشر لغات إذا بدنا نقول، لكن عم تسعى أنك تحاول تطوع هالشي بالشرقي، يعني باللغة العربية وبالموسيقى الشرقية. كيف عم تقدر تمزج بين هيدا من زمان موضوع اشتغلت على اختصاصي بالغناء الأوبرالي وقدمت كتير قصص بهيدا الإطار. شفت أنه أو بدي مسافر كمل المنحة اللي اجتني على إيطاليا وعيش برا، أو بدي أبقى بلبنان أو بهالمنطقة يعني، وأعمل شيء يكون من رحم المطرح اللي أنا منتمي لإله. فأخذت هيدا القرار، وأكيد لتغني من جونا بدك تفوتي على مطرح آخر، يعني الغناء الأوبرالي العالمي. أنا ما بقتنع أنه لازم مثل ما هو نغني على حرف عربي. في قصص كتير بدها تتخذ بعين الاعتبار، الأدان، التجويد، مواضيع كتير اشتغلت عليها لطوع هالتقنية الحرف العربي كيف أني نقدر نشتغل عليه ويكون هالطاقات أو هالمدى الأوبرالي اللي نحن موجود، والتقنية الأوبرالية اللي عنا إياها واللي عادة نادراً ما تستعمل بغناء عربي، كيف نقدر نطوعها ونستفيد منها. واشتغلت كتير بهالإطار، ولهيك دربت كتير أصوات خاصة من لبنان لأنه اشتغلت على هيدا الموضوع تحديدا. يمكن كمان كنت عم تسعى لنقطة كتير مهمة جابرييل، أنه عدم تشويه مقامات الشرقية وعدم تشويه العربي واللغة العربية العربي. أيضا سعيت لهالشيء قديش يمكن حاولت أنه يكون في توازن بين الغناء الأوبرالي وأيضا يعني نحن ما بدنا كتير نفوت بالتقنيات هلأ، يمكن ما بتهم كتير الناس هالقد تفاصيل، بس أنه عادة بالغناء العالمي بتتحول حرف الآ لحرف الأو، حرف الإي بيتحول لحرف الإو، أو حسب المدرسة اللي أنت فيها. بإيطاليا في جو، بألمانيا في جو، بروسيا في جو. المهم أنه هالحرف لما عم بيتغير، إذا عم نشتغل عليه على حرف عربي كمان أنت عم تشوه الحرف عم تشوه الحرف العربي، عم تشوه لغة مهمة كتير. لهيك بصير تحسي هالمغني الأوبرا لما عم بيغني عربي، ولو هو سوري لو هو لبناني لو شو ما كان، كأنه أجنبي وعم بيغني عربي. وهيدا خطأ وهيدا شيء هجين وغير جميل، وأنا غير مقتنع فيه. لهيك الشغل كان على الحرف العربي وعلى التجويد شيء أساسي لنقدر نطوعه وندخله بهيدي التقنية إذا بدنا نغني عربي. يعني أربع ألبومات اشتغلت عليها أنت جابرييل، نقول جبران خليل جبران، قمر بيروت، غنيت لياس ناصر، وعدروب المغارة. بين هالأربع ألبومات بكل ألبوم لوين حبيت أنك تروح ولوين وصلت بكل ألبوم؟ بألبومي الأول جابرييل عبد النور يغني جبران خليل جبران من سبع أغنيات أو أعمال، خمس منهم ألحان الأستاذ إلي شويري، لحن لأستاذ جوزيف خليفي ولحن لألي. هيدا عمل نصوص نثرية بيحملوا مضمون كتير كبير بخص لبنان، بخص الإنسان، بخص الكونية بحد ذاتها، بخص الحب بأبهى معاني. من ثلاث كتب لجبران خليل جبران قدمته كتير بلبنان وقدمته كتير خارج لبنان، ومؤخرا رجعت عملت له مثل إعادة إحياء بحفلة كبيرة ببيروت كانت يعني مهمة كتير رسميا وثقافيا وفنيا بالحضور وأيضا بالشيء اللي تقدم فنيا. وألبوم الثاني قمر بيروت كلمات ندى منير عبد النور باللبناني، عشر أغنيات باللبناني باللهجة المحكية، العشرة بألحاني من ألحاني، وكان هم مني هون أني ضوي على جابرييل عبد النور الملحن. وهيدي كانت الخطوة الثانية، أعمال مختلفة عن أعمال جبران يعني أسهل أقرب للناس، مواضيع حب بمعظمها أكيد ورومانسية، بس في أغنية لحلب منهم مدينة تاريخية. نحن حابين نسمع جابرييل أكيد اليوم أغنيتك لحلب، كمان أنت معروف عن حبك لحلب. عشق الأساس أنا لسوريا كان من خلال حلب. يعني حلب كانت النافذة لإلي لأني طلع على سوريا، لأني حب سوريا. ما كنت بعرف سوريا صراحة قبل حلب، وما كنت بعرف كتير عن سوريا قبل ما دعيتني مديرية الثقافة لحلب لأقدم ألبوم الأول جبران خليل جبران. انغرمت بهالمدينة، دبت بهالمدينة، عشقت هالمدينة لدرجة تمنيت أنها تكون مدينتي بالتمني، وكان عندي على طول إحساس أنه هيدي المدينة رح تنصاب، لأنه ما ممكن شياطين هالأرض يقبلوا بيروت تبقى وبغداد تبقى وحلب تبقى وتدمر تبقى.
يعني ومش عم بقول انه انا هالقد عندي كان رؤيه هالقد كبيره، بس انه شوي بنقرا بالتاريخ وشوي بنشوف شو اللي صار فينا، ولسوء الحظ هالشيء صار بحلب وهالشيء صاب حلب، وهالشيء خلاني اني اصرخ واقول عبر كل الاعلام العربي وايضا ضمن لوحه كثير كبيره وضمن موقع قمر بيروت، فتحنا مجال لامضاء لكثير ناس وصرخه لليونسكو انه اللي عم بيصيب حلب هو شيء عم بيصيب البشريه كلها، ما تفكروا انه بس نحن عم نصيب سوريا بس، يعني اهرامات مصر اذا دمروا هيدي ضربه للبشريه، بعلبك جبال نفس الشيء، حلب وتدمر هيدي خساره للبشريه. فمن هون كانت غنيتي هديه لحلب، مدينه تاريخيه، فكرتي قصتي مع حلب فيها كلمات ندى منير عبد النور، الحاني من البومي قمر بيروت. تفضل. يا مديني تاريخي كبيري وبعدك صبي، ملكي تاجك ما بينطال، مهد الحضارة انتي، العالم كله نورتي وصرتي منارة أجيال، ترابك يا عطر الياسمين، حبك يا وعد وحنين، يا كنز كنوز الجمال، بوابك مفتوحة للنور، شعبك بالكرم مشهور، بوابك مفتوحة للنور، شعبك بالكرم مشهور، حلب يا مجد أبطال، يا قلعة عريقة، يا فجر الموسيقى من عمر الزمان، كنائس مضوية مساجد عليه، حبك مثل من قمر بيروت لقمرك تحية، لشعب ما بيموت أرزي لبنانية، حملتني حب وسلام لزهرة الأحلام والأيام، الأرض الكرامة والسلام، لأرضك يا حلب حملتني السلام. صوت زرت حلب بالفترة الأخيرة جابرييل؟ بدي زورها، يعني مثل ما ذكرت من شوية عيني على حلب، وقدمنا بقصر العظم برعاية وزارتي السياحة والثقافة أمسي بهذا الإطار سلام إلى حلب، وكانت أمسي بالفعل استثنائية، حييت فيها حلب مثل ما أنا بحبها، وإن شاء الله هالمرة التحية تقدر تكون من قلب حلب، لأنه حلب بتستاهل. حلب عطيتني 5 أمسيات بعتبرهم من أجمل أمسيات غنيتهم بحياتي، وما بعتقد بالعالم كله في جمهور مثل الجمهور الحلبي. أكيد يعني مع هالتحية لحلب وأهالي حلب من صوت ومشاعر جابرييل، نحن بدنا نشكرك كتير لوجودك معنا اليوم، وبنرجع من لك أهلا وسهلا فيك بالشام وأيضا ضمن صباحنا غير. يعني نورتولي هالصباح، وإني كمان كون موجود معكم هيدا شيء كان كتير حلو اليوم، من حظي أني أنا معكم وأني أنا مع الجمهور السوري، أقصى أمنياتي وأفضلها وأجملها وأنبلها لكم ولكل المشاهدين بهالشهر الفضيل، ولكل الشعب السوري، يعني بتستاهلوا عطول، جايين من حضارة كبيرة ومن تاريخ كبير، ومن لهيك كتار بيحسدوكن وبيحسدونا نحن اللبنانية كمان، وجباتنا أن نكمل ونوقف ونصمد. الله يقويكن والله يكون معكن عطول. شكرا كتير لك جابرييل، ومتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله ناطرين كل حفلاتك بالشام وأكيد برا الشام.